اوكي جي سيدنا، السلام عليكم ورحمه الله، يعطيكم العافيه جميعا. من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالعلم، ومن اراد الملك عليه ما معا فايضا عليه بالعلم. Today ان شاء الله we are going to explain some exercises here. راح اليوم احنا نناقش بعض الاسئله on page 9. Where book on page 9. تمام، please open your book on page 9. Last time I gave you, we will answer page number 7. I had a mistake، انا اخطات وبديكم بيج 7. بليز هذيك الصفحه قبلها كانت بيج 8، صفحه 8. اوكي، رايتنج، احنا حكينا عن الكتابه اللي هي ادفرتايزمنت. لاحظ انا الان ادفرتايزمنت الاعلان، اعلان بيع، اعلان فرصة عمل، اعلان اي شيء احنا حكينا عنهم وحكينا كيف نتعامل مع هاي. خلينا نشوف، read the advertisement، اقرا هذا الاعلان and write down، ومن ثم اكتب two reasons، سببين، تمام؟ Why the item is for sale، لماذا هذا المنتج للبيع؟ Briefly state your opinion، ومن ثم ضع رايك on whether you are convinced and say why، اذا انت كنت، ومن ثم ضع رايك اذا انت كنت مقتنع في هذا السبب، اسباب البيع او لا. طيب ممتاز، اذا لاحظ هذا العنوان عندنا هون 5 games in 10 يوم، خمسة العاب في واحدة بعشرة يوم، بعشرة يوم. الان لاحظ مبين من شكل الاعلان انه ايميل، مبين انه ايش؟ ان ايميل، مضبوط ولا لا؟ لاحظ من شكله اصلا. طيب description، الوصف، description معناها الوصف لهذا الإعلان. This item، هذا أو هذه المادة اللي هما الخمسة ألعاب، is an excellent ونسينها an excellent condition، بحالة شمالها ممتازة. إذا هذا المنتج بحالة ممتازة. It has a very low starting price، ولديه سعر بداية، يعني لو معناها يعني رخيص. سبب انه صار رخيص because، بسبب I need more space in my room، انا احتاج الى اكثر مساحة اكثر في غرفتي. هي اول سبب، خلينا نحطه هون على السريع. He needs more space، يحتاج إلى مساحة أكثر in his room. ليش حطيت في his room أنا؟ أنا بتكلم عن مين أنا؟ عن هي، عن الشخص. طيب ممتاز. I have had this collection، أنا لدي هذه المجموعة for 5 years، لمدة 5 سنوات. But I haven't used it very much، ولكنني لم أستخدمها كثيرا. I prefer playing computer games. إذا السبب الثاني إن مذبيحة إنه he is playing، he is playing computer games، إنه بيلعب الكمبيوتر، هو لعب الكمبيوتر، هو اضطر إنه يبيع هذه المنتج. I can send it، أستطيع أن أرسلها لك in the إيش؟ in the original box، في صندوقها الأصلي. With the instruction manual، مع تعليمات التشغيل. The games are all very popular، هاي الألعاب كلياتها مشهورة. I have played them and checked that they are in good condition، أنا لعبتهم كلياتهم وتأكدت إنهم كلياتهم بحالة شمالها، بحالة جيدة. ممتاز. They also come in their original boxes، وقد جاءوا في علبهم أو صناديقهم الأصلية. If you want to get a good deal، إذا أنت أردت أن تحصل على اتفاق جيد، go for this item، اذهب إلى هذا المنتج أو هذه المادة. لا نشوف رأيه، هل أنت برأيك اقتنعت بكلامه أو اقتنعت بسبب البيع تبعه؟ In my opinion، بتحط مباشرة، دائما أعطاك كلمة opinion، بتحط in my opinion، برأيي الخاص. طبعا انت فيك تحط السؤال اللي اجابتك اياها، انا بعطيك اجابتي انا الشخصيه. You can answer this question with any paragraph، تقدر تجاوب على السؤال مع اي فقره بدك اياها. My opinion، I think
he نحكي الشخص اللي he has a good reason لديه سبب إيش مقنع to sell this item خلاص I think he has a good reason to sell this item because مثلا كمان بسبب because he didn't use it or use them لا يستخدمهم anymore بعد اليوم هيك لما كنا نهيت هذا السؤال هذا السؤال فكرته كثير مهم جباب شباب بنات ممكن يجيكم سؤال في امتحان as an writing طيب خلينا احنا الان ننتقل لسؤال رقم 10 سؤال رقم 10 هو ليس مهم كثير يعني بس لازم احنا نجاوبه سوا تمام فاتمنى من الجميع انه يوقف الفيديو وينقل اجابات الاسئله اللي جاوبناها قبل شوي حتى يستطيع يركز في الكتابه ولا يكتب هو الفيديو شغال تمام عفوا exercise number 10 which one أي واحدة of the items من هذه items هنسميها رقم واحد وهذه رقم اثنين وهذه نمبر ثلاث أي واحدة من هذه المواد in the photographs هذه الصور do you think in a good enough condition بحالة جيدة كافية to buy لبيعها أو لشرائها عفوا write a short paragraph اكتب فقرة قصيرة describing تصف فيها الشيء ليش انت اخترته حتى تشتري؟ لان لاحظوا معي صورة رقم واحد لاحظوا عندنا البريك هنا we have here a broken brick عندنا هون البريك هذا مكسر لاحظ معي هون وحتى لاحظ انه الشكل العام الدراجة ايش؟ is not in a good enough condition لاحظ معي الساعة انطعوجت مكسرة لاحظ معي كيف؟ انطعوج زي كذا it's not in good enough condition but we have the computer is very good and in a good condition and you can use it تستطيع انك تستخدمه اذا هو بتحط describing the computer is the best item السبب because it is one it is in a good enough condition and I can استطيع لاحظ الكمبيوتر هو الافضل افضل the best item افضل ماده فيهم من هذول الثلاث ليش؟ لانه هو بحاله جيده جدا وهو ايضا انا كمان I can use it استطيع ان استخدمه in my research في ابحاثي and playing games بس واستطيع اني العب عليه، انا لما كنت انهيت عملت سكرايب بسيط عنه تمام انه هو بحاله جيده وتستطيع اني استخدم هذا المنتج حتى استطيع اكمل بحوثي ودراساتي عليه وممكن كمان ايضا اني العب في خلينا نكملها اني العب ان هوليديز مش كل يوم تلعب في العطل فقط هيك انا بكون انهيت اليوم درس اليوم انا هيك بكون انهيت الموديول 1 كامله اللي هي الوحده الاولى كامله شباب بنات بتمنى منكم الجميع يركز معي في موديول 2 because it is the most important module in the book لانها افضل وشو اسمه اقوى وحده في الكتاب وفيها قاعدتين في التوجيهي ويعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله